أستاذ سعيد المتوكل هو طبيب مختص في الإنعاش والتخدير، وكذلك أستاذ البيولوجيا، لأن كان هناك مسارين في إطار البحوث التي قمت بها، وأنا مزداد مدينة سطات في أواخر الخمسينيات، وأنتمي إلى عائلة من هي أصلها من مدينة سطات ومزارع ولاد سعيد، وانتميت إلى هذه العائلة التي كان ربها كان فقيها وعالما من علماء القرويين، وكذلك كانت من جهة أجدادي أنهم كانوا من نفس المسار وتكلفوا بالفلاحة في مزارع ولاد سعيد، وتكلفوا كذلك بما هو بالعدالة والقضاء نظرا لتكوينهم التقليدي في ذلك الوقت، وكانوا الكثير منهم لا من جهة الأب ولا من جهة الأم أنهم كانوا من علماء القرويين، هما اللي كيجعلوا هذا المسار كيكون فيه واحد تميز، لأن اللي كتكون فواحد كتنشأ فواحد البيئة اللي كتكون كتعاطى الفلاحة وعندها واحد رصيد ثقافي ومعرفي تقليدي، هذا هو المنشأ. وفي الطفولة نشأنا بحال كما كانوا ينشأوا أقراننا، أن كانت هناك بيئة عائلية وكانت كذلك بيئة مجتمعية، وكانت تتفرد بالخصائص التي عرفها المغرب في أواخر الخمسينيات وكذلك بداية الستينيات. كان هناك المسجد الفقيه، وتم على يديه تعلمنا مبادئ الكتابة على اللوح وحفظ القرآن وبعض المتون، وكذلك أتذكر أننا كنت صغيرا كنت أتعلم مع الفقيه ومع أقراني كل ما يتعلق بالقرآن بالآيات القصيرة، وكذلك تعلم الكتابة على اللوح وحفظ بعض المتون كمتن ابن عاشير، وكذلك بعض المتون المتعلقة بالجرومية النحو والكلام واللفظ المفيد بالوضع وأنواعه ثلاثة، وكذلك بعض المداخل في ألفية مالك. هذا هو اللي استحضره الآن. وفي مدينة سطات كانت هناك مدارس للتعليم العمومي، وكانت مدرسة فرنسية كانت للساكنة الفرنسية آنذاك، اللي كانت أصبحت في زوال، وكذلك كانت مدرسة التوحيد اللي كانت فيها بعض الأطفال اليهود اللي كانوا كيدرسوا، وكذلك الأطفال المغاربة المسلمين، وكانت هناك مدارس وطنية كمدرسة علا الفاسي ومدرسة الأمير مولاي عبد الله. أنا ابتدأت دراستي لما كانت لي 5 سنوات في مدرسة مولاي عبد الله، وهي كانت مدرسة من المدارس الحرة الوطنية، ومن بعد التحقت بالتعليم العمومي حتى نهاية المسار ديال التعليم في الإعدادي. كان الإعدادي من بعد
بدأت دراساتي في الثانوية، ثانوية الرازي، وكانت هي الثانوية التي الثانية بعد الثانوية القديمة ابن عباد، التي كانت أول ثانوية في المغرب. وكانت ثانوية الرازي فيها الأقسام العلمية، درست في ثانوي سنة واحدة، وبحكم المسار التعليمي كانت المسار التعليمي كله متعلق بالعلوم وبالعلوم الرياضية، وهذا التخصص لم يكن موجودا آنذاك في مدرسة في ثانوية الرازي. والتحقت بثانوية مولاي عبد الله في مدينة الدار البيضاء، ودرست عامين بعد كانت هناك شهادة البكالوريا، وسألتحق 75 بكلية الطب مدينة الدار البيضاء. درسنا في كلية الطب، وبعد سنوات من الدراسة اللي أهلتني باش اللي كان أخرطة في مباريات الدخول كداخل طبيب داخلي مقيم في المستشفى الجامعي ابن رشد في سنة 1984، وبدأت مساري كطبيب داخلي متدرب، وكذلك كطبيب مساعد في إطار تنظيم التعليم العالي في كلية الطب آنذاك. كان هناك الطبيب المساعد، كذلك من بعد كيجي طبيب مبرز وطبيب أستاذ التعليم العالي. تخصصت في الإنعاش، وبدأت مساري في الإنعاش بالإنعاش الطبي فيما كان يعرف بالقسم 27 في مستشفى ابن رشد. ومن بعد سألتحق بقسم التخدير أو البنش والإنعاش الجراحي بعد سنتين، سألتحق بهذا التخصص وسأنال فيه التبريز. ومن بعد سأنال الأستاذية في هذا التخصص في إطار التعليم الجامعي والمصاري الجامعي الأكاديمي. وكذلك حضرت في هذه الظروف تخصص في هذا المجال، وكذلك كان لي مسار آخر موازي، وهو مسار أكاديمي بحثي متعلق بأني نلت شهادة التبريز في العلوم البيولوجية من جامعة باريس، وكذلك كان لي الدراسات المعمقة والماستر في البيولوجيا بين باريس وبين كلية العلوم في مدينة الدار البيضاء. من بعد في سنة 95 على ما أظن سأصبح مشرفا ورئيسا لقسم الإنعاش الطبي الذي كان بداية مساري التخصصي. في 1995 كنت رئيسا للقسم بعد مباراة التبريز والأستاذية والتبريز حتى 1912 لما نلت التقاعد النسبي. هذا بالنسبة باختصار المسار العلمي والأكاديمي. وكذلك كان هناك مسار موازي في إطار البحث العلمي، كان في المختبرات كلية الطب، وقد كنت مديرا لمختبر التكنولوجيا الحيوية
والطب التجريبي وفي إطار الهيكلة ما يعرف بالبحث العلمي آنذاك. وكانت هناك فرق طب فرق علمية، وكان ثلاث فرق علمية هي تنشئ مختبرا، وهذا المختبر كنت أنشأته مع الأستاذة المرحومة مدام بن شمسي الأوفيسال اللي كانت مسؤولة عن أمراض عن أمراض الدم، وكذلك عن مركز تحقن الدم ومركز المختبر للتحليلات الطبية الدموية البيولوجية بمعية الأستاذ الهبطي نور الدين، وهو أستاذ عالم متمكن. وكنا أنشأنا هذا المختبر وبدأنا في تأطير طلبة الدكتوراة الذين يتكلفون في إطار تكوينهم في إطار الدكتوراة بأبحاث حول بيولوجيا، وكذلك حول كل ما بين البيولوجيا الحقة وكذلك بين الطب. هذا هو المسار. إلى جانب كنت منخرطا في جماعة في تنظيمات النقابية في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، وكنت من في مكتب المكتب لكلية الطب، كنت كذلك شاركت كممثل للأساتذة في مجلس التدبير للمستشفى الجامعي، وكذلك في المجلس الجامعي لجامعة الحسن الثاني ولمدة دورتين، وكذلك كنت مساهما في كل ما يعرف بتنظيمات المجتمع المدني ذات البعد الطبي والعلمي، كالجمعية المغربية للعلوم الطبية اللي هي تعتبر أول جمعية طبية عالمة على الصعيد الوطني، والتي عرفت نشأتها سنة 1923 على ما أظن، وكانت هي امتداد لجمعية كانت قديما في إبان الحماية من طرف الأطباء الفرنسيين، والآن هي بنت هاد الجمعيات العالمة اللي كانت في ما قبل الاستقلال في المغرب. وترأستها لثلاث دورات منذ 2005، كان لنا أول مؤتمر حول مرض السرطان في 2005، كانت هذه المؤتمرات تكون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، وكذلك نشطت في تنظيمات أخرى كالجمعية المغربية للعلوم التخدير والإنعاش، وكنت كذلك السكرتير العام للجمعية العربية التي انعقد مؤتمرها في لبنان، وكنت الأمين العام للجمعية العربية للعلوم التخدير والإنعاش. هذا على الصعيد كما لاهتمامات كذلك حقوقية في جمعيات حقوقية تنشط في هذا المجال. هو كانت المؤتمرات كانت مؤتمرات طبية بحتة وعلمية، كالكثير في المؤتمرات المتعلقة بالبحث العلمي، كانت هناك مؤتمرات في أمريكا الشمالية إما في كندا ولا في أمريكا، وشاركت ببحوث في هذا الميدان، كنت أجريتها في المختبر العلمي التابع للجامعة الفرنسية ومراكز البحوث الفرنسية، وكذلك
كانت لنا لقاءات في جميع دول العالم، في فرنسا، في ألمانيا، وكذلك في بريطانيا، وفي الشرق الأوسط، مصر، تونس، الجزائر. كانت هناك مؤتمرات طبية مغاربية تعقد بشكل دوري بين الدول الثلاث، مع الأسف اختفت لظروف يعرفها الجميع. كذلك كانت لقاءات مع الأفارقة علمية، وهذه المؤتمرات كتكون تقريبا مرة أو مرتين في السنة. وكانت كذلك ندوات تكوينية اللي كانت كتكون عندنا في كلية في الجامعة المغربية، بكلية الطب بمدينة الدار البيضاء، أو كلية العلوم، أو في الدار في الرباط. كنعرفوا أن كانت هناك حركة تكوينية بالنسبة للأساتذة، واللي كان أشرف على البداية ديالها المرحوم الأستاذ الهروشي عبد الرحيم، اللي كان القيدوم ديال الكلية، وكان وزير، وكان مهتما بشكل كبير وعضوي بالتكوين في المجال الطبي والعلمي. كنا شغوفين بلعب كرة القدم. كنعرفوا أن في الستينات مدينة السطات كان هناك فريق عتيد، فريق النهضة السطاتية، وكان وكان كيشرف عليه المرحوم بودرع، المرحوم الغزالي. كانت هناك أخيرا، ولكن الناس اللي كانوا القدام كان بصالح، كان أنا أستحضر هذه الأسماء، كان سيجرار المدير ديال الثانوية ديال مولاي إسماعيل، وكان بعض النجوم كالغيادي، كان ستيماني قاسم الله يرحمه، كان العلوي، كان المعطي، كان جباري حارس المرمى، وبوسروال. كان هادو في الطفولة وفي بداية النشأة. هذا كنستحضر هاد الأسماء بالفول والآخرون. كانت أنا من الشبان، هذاك من الشبان، وكان حلمي، كان لاعبين على الصعيد الوطني، كانوا لاعبين كبار. وكنا كنستحضروا اول مشاركه للمغرب في 1970 في مكسيكو. كان هناك لاعب مدينه السطات اللي اثر كثير، هو اللاعب سليماني قاسم، وضربات المقص ديالو. هذه البيئه كانت هناك من ناحيه الرياضه، من ناحيه الفن. كانت هناك من ناحيه الفن كان ذوق موسيقي في مدينه السطات، كان كيترأسوا الاستاذ كريمي بن شقرون، كانت حفلات، ولكن كتبقى ديك الثقافه الشعبيه. إلى هدرتي على الموسيقى الشعبية، كانت الموسيقى المرساوي، السطات معروفة بالمرساوي، والمرساوي ليس نسبة إلى المرسى، ولكن هنا نسبة إلى المرس. المرس هو الأرض اللي كيكون فيها ماء، ودي اللي عطات ديك الموسيقى الخاصة اللي كنعرفوها، واللي غادي تعرف واحد الإشعاع ديالها مع شعيب البيضاوي. وكنعرفهم كنستحضروا بعض الاسماء ديال الشيخات اللي كانت فاطمه الزحافه. المهم بعد هناك يمكن واحد البحوث اللي تقامت في هذا الميدان، واللي طلعت عليها كل ما كتبوا الاستاذ بوحميد، والاستاذ بوحميد كم حسن نجمي، حسن نجمي، هذا هو هذا 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 النشأة اللي كان هذا. كانت وكانت مدينة السطات في إطار التكوين، وكانت من ناحية التكوين السياسي مدينة السطات قديما في مرحلة اللي عرفت أنا، كان هناك
واحد الأستاذ رحمه الله الرحيم كان من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومن الاتجاه النقابي، واللي كان هو المرجع النقابي والسياسي في مدينة سطات هذاك الوقت، قبل هادشي قبل من 75، من بعد ستتغير الأمور. وسطات كان عنده واحد الطابع من ناحية العمراني، كان واحد الطابع يجمع ما بين ما هو مدني قديم وبالنسبة للوسط المدينة، كانت القصبة القديمة، كانت الحي اليهودي، كان من بعد غتعرف التغييرات، وكانت هناك بعض البنايات اللي راجع للعهد ديال الحماية، ولكن مع كامل الأسف في إطار التغيير اللي عرفته مدينة سطات كان هناك واحد، كنظن من ناحية أن ما حميناش هذاك التراث القديم، وكانت واحد الحركة التعميرية اللي في شخص اللي كنعتبرها أنا شخصيا أنها أخلت واحد التاريخ اللي كان مشترك اللي كان خصو يبقى من ناحية العمران. هو بالنسبة للشخصيات كيبقى الوالد، كتبقى الوالدة، كيبقى ما هو أسري كذلك. وكنت لما كنت صغير كان هناك بعد المجالس اللي كانت مجالس علمية أدبية اللي كنت كنحضر ليها، كنت ما عرفت أن كان كيجي على الفاسي، كانت عنده كانوا بعض القودات من العائلة ديالو، كانت كنت جلسات كنت كنحضر لما كنت صغيرا، كان هناك بعض القودات علماء أجلاء، ولما كنت صغيرا كنت أحضر مجالسهم. كان سي عبد الله قنون، عنده العائلة ديال العائلة ديالو في مدينة سطات، كان عائلة الفقيه السي بوعشرين، عند الفقيه السي بوعشرين هو من العلماء الكبار اللي مات في الأربعينيات، وكان جدي من ناحية الأم كان نائبا له، وكان قاضيا لمدينة سطات وكان نائبا له. سي عبد الله قنون عرفته، الأستاذ بوطالب، هادو الشخصيات اللي عرفتهم، وكان بعض الشخصيات السطاتية كذلك اللي كنت كنعرفهم، ولا واحد في القبيلة ولا سعيد. أما كان هناك بعض المعلمين الأساتذة اللي كي المعلمين ولا أساتذة اللي أثروا فينا وكانوا عندهم واحد التأثير كبير، كذلك الأستاذ الغازي المختار، وهو ابن مدينة سطات، ابن عائلة قديمة في مدينة سطات، وكان مختص بالتاريخ، كان مديرا الثانوية اللي كنت، كان له تأثير، كان واحد الأستاذ المتوكل توا كان عنده تأثير، وكان تأثير كذلك لأن كنت شغوفا بالقراءة وبالاطلاع على الأدب بجميع أنواعه، الأدب العربي والأدب الفرنسي والأدب العالمي. عرفت القراءة، كانت حب القراءة، وكان عندنا واحد التأثير ديال واحد رجل التعليم الذي عرفه المغرب، هو الأستاذ بوكمخ، في القراءة، في التلاوة، في السلسلة ديال الإقرأ، واللي كان تشمل بعد القصص العالمية، واللي كان يتصرف بها وكيخليها بالنسبة للطلبة. ومن بعد تعرفت على عن طريق الوالد الأدب اللبناني
أول قراءات سيتي، أول قراءات كانت جبران خليل جبران، أجنحة المتكسرة، حفار القبور، إيليا الشاعر، إيليا أبو ماضي، الشيخ دياز الجي، هادو طلعنا على هذا الأدب اللبناني، لأن كانت الكثير من الكلوب كانت مكتربة، المكتبة ديال القاسم في السطات، كنا كنشريو كتب في المكتبات، وكان كان الأدب اللبناني متاح، الأدب المصري اللي كيجي من المشرق، وكانت بعد كذلك في المغرب قرينا في هذيك الساعة، تعرفنا على ابن جلون في أدب الطلوفة والطبولة، ومن بعد غادي نتأثر بزاف بفن الرواية، نجي محفوظ هما نجي محفوظ، عبد الرحمن منيف وآخرون، وكذلك الأدب العالمي، تولستوي، الأدب الروسي، تولستوي بدوستويفسكي، السينما بحركة السينما، هذوما اللي كيكونوا في هذا. شكرا بروفيسور، مشينا معك لواحد السفر اللي هو جميل وجميل بزاف. شكرا.